ما تأخذونا يا جماعة، يعني بدنا نغبر عليكم شوي، معلش يا. لا مو معلش، ليش ما عم ترش مي قبل ما تكنس؟ ايش ارش مي ما ارش مي؟ هاي الشغلة مو شغلتي بنات، أنا ما له علاقة فيها، وأنا عم أمه بالشغلة كرمال عيون الخواجات، وآخر مرة بسويها. ليش بدك تستقيلي بابا؟ ايش هالحكي يا عمي أرتين؟ شايفة متجلاية معك اللالي. ايش رأيك تقوم تاخذ المكنسة وتكنس محلي ها؟ لك أنت ما سمعت المدير ايش قالت؟ إنه لازم نتعاون في الخدمة؟ روق يا أبو مالك، بعدين لا تزعلنا لعم أرتين. معلش بابا معلش. أنا بكنس معيب. بس أنت لازم تعرف إنه زمان أول تحول. شو؟ عم تهددني خواجة أرتين؟ إليه؟ لك أنا يا عمي بيطلع لك تهددني، مو بس أنت بيطلع لك تهددني، كمان كلهم بيطلعوا لهم يهددوني لكن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شبك يا أم مالك، شو صاير لك؟ ما شفتوه هو اللي عم يهيني؟ أنا اللي بلشت يعني، هو اللي بلش. ما حدا عم يهينك يا أم مالك، ما حدا عم يهينك، لا تكبرها، بدك أنا بساعدك. كل واحد من هالختيارية دولي يلي بقيان فيه شوية حيل بيساعدك بالتكنيس وبغير التكنيس. والله يا عم انتو يو صاير يعني نصكن مهرهر والنص التوني بيو حكي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عمي أبو جارو انت وعمو فرمي اليوم لا تتعشوا، زلفة عم تكون شربة خضرة، وبكرة إن شاء الله في زيارة طبيب. ها؟ هلا صار اوتيل 5 نجوم بابا. يا احسن من اوتيلي القديم. هذا اوتيل ومستشفى ياهو. يا بي ببوس ايدك تطلع معي. بعدين ام مصطفى وصتني ما ارجع بدونك. يا ابني انا مرتاح. وتعودت على الناس اللي هون وهن تعودوا علي. يا بي بعدين مشان الاولاد. انت جدن وكبير العيله، الله يطول بعمرك. بخاف ينسوك؟ الله يسلمهم ويحميهم. هلأ بيكونوا نسيوني. على كل حال يا ابني جيب لي ياهن لهون. يا أبي عيب عيب، أنا عم أتبهدل بوجودك هون. شو أخي عمار؟ أحكي لك كلمة، قل له يطلع معي على البيت. شو قلت عم بصطيف؟ ابني أنا ما راح أترك الدار هلأ. قل له أنه بده معالجة، بده قسطرة. يا بي هدول المعالجة والقسطرة بكلفوا كتير، وما حدا بيقدر أعمل لك ياهم غيري أنا. عم بصطيف مزبوط كلامه، أنت فعلاً بحاجة لقسطرة قلبية. أنا اليوم ماني محضر حالي، معلش اتركوني، بعدين بنشوف. السلام عليكم. وعليكم السلام، بأمان الله. بدك ياني جاملك ولا بدك ياني احكي معك الصراحه؟ لا صارحني. يعني ردك العنيف هذا ما كان له اي مبرر، كانك بتحقد عليه. انا مالي حاقد عليه، هو ابني اللي بقيان، بس انا مالي موافق على الشيء اللي عم يساويه. يعني شيء طبيعي كثير عم بصطيف انه الاولاد يختلفوا مع اهلهم بالراي، بس مو بالضروره هذا الخلاف يؤدي لقطيعه. والله يا ابني أكثر من خلاف بالرأي. يعني خلاف بالمصلحة؟ ما بعتقد، هاي الرجل إجا لعندك وعرض كل ما يلزم. يا أستاذ عمار ليش عم تحاصرني؟ هذا ابني عم يعمل أشياء أنا مالي موافق عليها. طيب يا عم ليش ما بتعتبر هالزيارة هي عودة للابن التائب؟ بس أنا ما شعرت بهالشي، ما بعرف، بجوز أنا غلطان. لا لا ما تاب، أنا بعرفه. شو يعني كلمة تاب؟ هيك ما بيصير. في جريمة مرتكبها. أرجوك لا تحرجني، معذرني. لولا كان أخوه هلأ عايش وكان يتجوز وإجا أولاد وضل إنسان شريف. رحمة الله عليك يا أحمد. أنت لشو الفدوى؟ أنا بقترح أحسن شيء مشاننا أنه ننقل غرفة نومنا لشي عنبر عندك بالدار ونسكن هنيك. أبو عمر لا تبلش بالنا، لسه المشوار قدامنا طويل. لا اسمع هالاقتراح اللي طلعت لي فيه مبارح.
قال جاي على بالها تساوي جمعية من المتطوعين سميها أصدقاء الدار. لا ونصبتني أنا رئيسة كمان فورا. والله بدك تتحمل وبدك تصبر. على كل الأحوال يعني لسه المشروع بعده بأوله وبدنا نشوف كيف رح يتطور. إيه بس أرجو أنك ما تفهمني غلطة. لا يا أبو عمر طبعا لا. على كل الأحوال أنا شاعر فيك قديشك مبسوط بحماس مرتك للشغل. طبعا بدون شك. يبدو يا صديقي بأنه الدنيا صعب أنه تتفصل على الطلب، يا تجي زايدة يا تجي ناقصة. مع السلامة. الله يسلمك. سلم. تفضل يا مدام. براد عدد واحد. طيب هذا البراد صار له زمان معطل، ليش لهلا ما صلحتوه؟ هذا البراد مو معطل، هذا تلفان، صرنا حاطين عليه قد براد جديد وما كان يصلح، بده تنسيق. دار بتسعى لستين سبعين مقيم، مو مخصص له إلا براد واحد صغير؟ لا مدام، عنا بهالدار ثلاث برادات، واحد منهم كبير للحم. وينه؟ مو مذكور بالجدول إلا براد واحد صغير؟ يا مدام، الأساس الموجود أضعاف الموجود هلأ، بس أغلبيته تالف، 17 سنة عمر، يلي كان فيه ماتوا، يعني الأشياء بتخرب بتموت، مثل الناس يا ست فدوى. طيب واللي بيتلف، وين بيروح؟ يا ست فدوى، بسلامة معرفتك، كل شيء بيتم حسب لجان جرد أساسية، يعني كل كذا سنة، مثلاً في براد متلف بمحضر رسمي، تفضلي، تفضلي شوفي، شرفي. تفضلي مدام. وهي البراد الثاني، البراد الاول اتلفناه من سنتين، والبراد اللي بالمطبخ مصيره رح يجي لهون، وهي المروحه وهي كل الاغراض اللي طلبتيها. هي فرن ثاني ليش ما له مذكور بالجدول؟ لحنا مخصصاتنا ثلاثه، على سبيل المثال هذا الفرن معطل من 5 سنين بس كله حسب الاصول. طبعا وهذا حل الغسالات والبطانيات والصحون والطناجر. طبعا يا مدام هذا شيء طبيعي. بحب لك انه كل شيء له عمر، يعني التعامل مع الناس بهالدار له خصوصيه. ختيار مثلا ايده عم ترجو بده يفتح البراد يشرب كاسه مي، وخسرت كاسه المي شو بدنا نقول له يعني؟ اما اسعد بتعرفيها دائما نرفوزه، اذا كمشت باب الغساله وخبطته وانكسر شو بدنا نقول لها؟ هذا كله مصير البواب والشبابيك كمان. يا ستي حتى السياره، تفضلي لارجيكي بقفة الدار، في شاسيه باص قديم من 5 سنين منسق ولهلا ما كان يشكله لجنه جرد. بلعيها يا فاطمة، بلعيها يا حبيبي، بلعيها. قل لي يا فاطمة اوتيلنا ما فيه مي سخنة. اسكت انت غبية، ما في شي بيضحك. ليش هيك عملتي؟ الله يصلحك يا فاطمة.